اليوم إن شاء الله كمان معنا قصة جميلة جدا لأحد الأخوات التي ما تركت باب إلا وطرقته، لكنه لم يفتح أي باب، والفضل كله لله. بعد أن يعني هداها الله أن وصلت إلى قناتي تغيرت أحوالها. سنسمع أقوالها بلسانها بهذا التسجيل الصوتي إن شاء الله. ولكن هناك في أمر مهم جدا جدا عن عظمة الاستغفار. بدي أتكلم عن الاستغفار، 30,000 استغفار مرة أخرى. ليس من باب تحديد الأوراد، والله عندما أخذت الاستغفار بال 2015 ما كنت أعرف كلمة اسمها تحديد أوراد، وما كنت أعرف أنه ثبت ولم يثبت. لكن الشاهد هنا في 2022 مش 2015، في 2022 عندما بينت لكم أني كنت أعيش عند يعني أعيش الصلاة الإبراهيمية. نعم كنت أعيش الصلاة الإبراهيمية من باب بلغوا عني ولو آية لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب، عندما قال له يا رسول الله أجعل ربع صلاتي لك، قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل نصفها، قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، حتى وصل أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. لوين أنا بدي أصل؟ أنا بدي أصل إن في هذه الفترة أخذت أنا الصلاة على رسول الله بالصيغة الإبراهيمية بين الفجر والشروق، كنت أصل تقريبا 400 صلاة. كلامي مش عن الصلاة الإبراهيمية، لكني وجدت منها أثر عظيم ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم عندما زوجت أولادي، لكن بدي أتكلم عن الاستغفار. أنا كنت أستغفر 30,000 استغفار. نعم كان عندي أنا سورة البقرة لم أتركها ولا يوم تركتها الحمد لله رب العالمين، لكن اليوم أنا أقرأها مرة واحدة. لكن ماذا حصل إني أنا، لأنه في عندي قناة وبرد على المتابعين ووقتي مشغول وعندي أورادي سورة البقرة، فمن يريد أن يتكلم عن الاستغفار فليكون مستغفر، ومن يكون يريد أن يتكلم عن سورة البقرة فعليه أن يكون من قراء سورة البقرة الذين مروا عليها ولهم باع بهذا الفضل، والفضل كل لله. طيب ماذا حصل؟ ورد الاستغفار يعني مش اتركك من التحديد، احنا ما منحدد. انا قلت انه ليس مقدس لكنه مبارك، وكثير من الاخوة لم يصلوا الى 30,000، وصلوا 18 وكثير منهم تجاوزوا 30,000. يعني ما حددنا انه 30 اذا بتصلش 30 خرب، واذا تجاوزته خرب، لا. فمنهم من الله أمطره وفرج عليه بأقل من 30، ومنهم من أخذوا محمل الجد 30 فوجد ما وجد كما وجدنا والله. فهذا جميل، أنا ما بدي أبعد، لكن بدي أبين أنه الناس تشبثت في الثلاثين وأخذتها محمل الجد. نعم، وأنا أقول لك أنا عندما أخذت الصلاة الإبراهيمية من هذا الباب نزل معي ورد الاستغفار، نزل معي الورد الاستغفار ل 12,000 8,000 9,000 11,000 هكذا. بقي الاستغفار معي لكن نزل، ليش؟ لأنه في عندي بين الفجر والشروق هذا وقت كان أنا أستغفره، هذا وقت كنت أستغفره، لكنه جعلته صلاة على رسول الله لمدة شهرين. لكن الشاهد هنا الأمر الذي حصل هنا، كنت أنا على الفيسبوك، أنا كنت على الفيسبوك، ما أظن أنه كانت هذه القناة مفتوحة، أظن ما كانتش بعدها مفتوحة، لأنه هذه القناة عمرها لربما 14 شهر، يعني سنة وشهرين سنة وثلاث أشهر. أنا مش حافظ تاريخ متى فتحت هذه القناة، والله أقسم بالله ماني حافظ التاريخ الذي فتحت فيه هذه القناة، ما عشان أبين أمر مهم. المهم هنا أني كتبت تدويني، لأنه بعد ما انهيت زوجت أولادي، افهموا لي، في 11 أنا زوجت أولادي الحمد لله رب العالمين، 12 تركت الصلاة على رسول الله، طلعت تركتها ورجعت يعني 2-13 أظن هكذا، تركت الصلاة على رسول الله ورجعت للاستغفار ب 30,000، وكتبت تدويني على الفيسبوك. سنرى ماذا يحدث مع 30,000 استغفار، وإذا هي بالليل نفسها يمطر الله السماء. شوف كل المدة شهرين ما أمطر الله السماء، شهرين أنا بستغفر، ولكن كان الأعداد واطي يعني 10,000 8,000 هكذا، والصلاة على رسول الله. لكن عندما أول يوم ارتفعت 30,000 وإذا الله يمطر السماء. طيب عندنا هنا قصص، لكن أنا كيف ممكن أنفع هذه الأمة؟ نعم أنت تنظر من حولك، نعم أنت تبحث عن الفرج، ما هو الفرج بيصير فرجين،
والفرحة بتصير فرحتين عندما تكبر فكرك ونطاق فكرك ونية استغفارك بدل ما تكون لإلك بتخصك. ما كانت أنا مش بتخصني أنا، أنا أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد إنه هذا الاستغفار بدأنا فيه في 2022 بعد رمضان، إن شاء الله يرفع الغم عن الأمة وعن مصر الحبيب وعن أنفسنا. لكن هل نفع استغفاري هذا؟ 1000000% نفع الناس، فوصل مشارق الأرض ومغاربها والناس انحلت مشاكلها. فأنا عندما جعلت نيتي إني الله ينفعك وينفعه، وفي النرويج، في الصومال، في السودان، في مصر، في المغرب، في 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 الجزائر، في تونس، في ليبيا، في 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 قطر، في في عمان، في 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 فلسطين، في كل مكان. وصل هذا الصوت إلى أمريكا، وصل إلى فرنسا، وصل إلى كل مشارق الأرض ومغربها، إلى المالديف، وصل إلى إيران، وصل إلى تركيا، وصل إلى كل مكان، وأنا مش شاطر، الله يريد أن يصل، فوصل. وصل إلى مشارق أرض ومغربها، فالله يريد أن ينفع. فإذا أنت اليوم، أنت اليوم لما تنظر إلى الأخبار وقلبك بوجعك، ولك يا أخي والله ترك الذنوب ما يلزم الاستغفار، ستبدأ الأمم تطلب حماية المسلمين، مش المسلمين تطلب الحماية، لا، الأمم تطلب الحماية من المسلمين. سيغير الله الأحوال، ستعود، سيعيد الله يعني التاريخ. لكن ما زلنا إحنا متسلطين يعني ساقطين بذنوبنا، ساقطين بأهوائنا، بهوانا، ساقطين ولا نستغفر، ونعيب على بعضنا البعض الاستغفار، وكل واحد طلع لك بكلام عن الاستغفار. يا أخي أول شيء خلينا يكون همنا أكبر، اسمه هم الأمة مش همي أنا. ووالله ما هو اسمع شوي، هذا الشيء يعني سيأتي لك بالخير، أنت كمان سيفرج الله كربك ويرزقك ويمطرك ويعطيك كل شيء الله، ولكن بنيتك أنه كمان أنشان أنت فرد من هذه الأمة، فترجو رحمة الله تنزل على هذه الأمة. لأنه إحنا ما من دعائنا بينفعش لأي شيء. المستغفرين نعم دعائهم سينفع كل الدنيا، لكن المغموسين في شهواتهم، ما احنا كنا هيك وما نفعناش أنفسنا. ما احنا كنا قبل الاستغفار وقبل سورة البقرة كنا هكذا ندعو لأنفسنا وما نفعش أنفسنا. وهسه هاي الأخت بتختصر لك هذا الكلام، لكن ده بيّن لك كيف أنه الاستغفار فينا قصتين. فينا هنا قصة سأعيدها، هذه القصة للأخت، ماذا وجدت من استغفارها بعدما ما تركت باب إلا طرقته، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله فتح عليها وغير أو أمورها. ولكن هنا كمان قصة نعيدها، أخونا أحمد النعناع الذي ضربه الزلزال ولم يشعر بالزلزال. فهكذا عندما تضرب الحروب فأنت لا تشعر، فالله بيحميك. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما فيش بالاستغفار عذاب يا أخي، لا في دين ولا في هم ولا في نكد ولا في أوف ولا في أي شيء، ولا في زلزال ولا في حروب ولا في مط ولا في أي شيء يضايق المستغفر. يا جماعة لازم تعرف لزوال الكون، يعني هذا الكون يهفي ربنا، أهون على الله من أنه لا يحقق وعد هو كتبه على نفسه. لكن إحنا لازم نأتي بالشروط. توب يا عبدي لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة وإني لغفار لمن تاب. هيها إياها تاب، بدك توب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم لو جاءني عبدي، شوف جاءني، شو يعني جاءني؟ جاءني تائب، يعني جاءني عبدي بملء الأرض خطايا، جئته بقرابتها مغفرة. لو جاءني عبدي لا يشرك بي شيء غفرت له ولا أب. جاءني توب يا أخي وتعال إلى الله غير مشرك. طيب أنا كيف بدي أنفع إلا حولي يا أخي عشان بطل يعني قلوبنا توجعنا؟ علي منشوفه مآسي. لا بدي أكمل أطور الكلام أكثر من هيك. ندعي لهذه الأمة، نستغفر، خلي استغفارك بنية إن الله يرحم الأمة. الله بيرحمك مع الأمة، صحيح بيرحموا أولادك كمان، ما هي من الأمة أولادك، وإمك من الأمة، وجارك من الأمة، وأهل بلدك من هذه الأمة الإسلامية. يعني لما أنت بترجو الله يرحم هذه الأمة وتدعو لها واستغفارك يكون عام، ما بينفع تكون دي إنسان. المسلم غير أناني يا جماعة، المسلم مش أناني، المسلم ما فيش عنده أنا، المسلم الحقيقي ما في عنده أنا خير منه وأنا أعلم منه وأنا أفضل منه وأنا، لا،
ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا، هذه قالها إبليس أنا خير منه، قالها إبليس، وإنما أوتيت العلم قالها قارون. والشرك إنك أنت تنسب فضل الله عليك لغير الله، فهذا شرك، حبط العمل فيه. فوالله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمن. ليش تيعذبك الله إذا بتشتركش فيه؟ ما هو أنت إذا الله فيك نعمي فهي من الله، فما تقولش من أبو أحمد، ما تقول من معلمك إلا بالشغل، قول من الله، ردها إلى الله. عمال تسمع هذا الدرس، رد الفضل لله مش لأبو أحمد، الله يجزيه خير أبو أحمد. نعم، بديش أطول، نسمع القصة إن شاء الله، لأن هون في قصتين إن شاء الله، وننهي الدرس إن شاء الله. خلي استغفارك للأمي، خليك رحيم يا أخي، يا أخي خليك فيك رحمي، يا أخي الرحماء يرحمهم الله، خليك يا أخي مش إنسان أناني، والله سيعطيك الله كل شيء، لا تستعجل، لا تستعجل. تعرف تعيش هيك، بدناش نقول درويش، مش درويش، احنا كنا هبل، احنا كنا هبل، نصلي واذا اخطأنا نتبع الصلاة بركعتين او نقرأ لنا صفحتين. لا، الله انت لما بتسيء الادب الى الله انت اسأت الادب، انت لما بتذنب تسيء الادب. شوف انت يعني بتطور الكلام، انت ابو البيت وبتقول ممنوع حدا يكسر اشي في البيت، والام بتقول ممنوع حدا يوسخ البيت، بيجي ابنك بيوسخ، لمين اساء؟ اساء لامه. طب كسر، لمين اساء؟ اساء لك. بينفع هو فقط يعني ينظفن هيك؟ ما خرب الدنيا يعني، ما هو اول اشي اساء الادب لك ولامه، فعلي يعني يتأسف أول إشي، يعني يقول لي متأسف ما قصدتش يا أخي، بالغلط انكسرت. مش كل يوم إن نكسر وكل يوم إن نوسخ وكل يوم إن نكسر وكل يوم إن نوسخ، نظلنا نقول أستغفر يعني سامحني يا أبو سامحني يا أما، ما بينفع بالآخر بأكل قتلي يعني، مزبوط. عشان هيك الله بالآخر بضرب قتلي، ولله المثل الأعلى، بتردش بيمنعك، بيقطع عنك كل شيء، حتى يقطع عنك الماء والشراب وكل شيء، ويضربك زلزال يقع فوق رأسك أو حرب. خلينا نكون في قلوبنا رحمة، والله قراءة القرآن أقسم بالله يا جماعة، يا جماعة المجربات سبحان الله لها ما لها، عندما تقرأ القرآن بصوت تسمعه قلبك بصير لين ألين من الحرير، لكن عندما تقرأ القرآن بدون صوت بتضلك انت انسان يعني قلبك اقسى من الحجر، حتى لو بتختم كل يوم قلبك لا يتغير. لو انزلنا، بدك تخلي الكلام يتنزل على هذا القلب، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن اسباب الخشوع في الصلاة انك تقرأ القرآن بصوت تسمعه، مش صوت سمع الدنيا، انت اسمعوا. بلاش نطول، خلينا نكون مسلمين نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، عشان نرحم الدنيا كلها يا تهيذا تمنا من رحمها، تنتهي هذه الحروب كلها، لأنه هاي برقبة المسلم هذا كل اللي بيصير، والله يعاقبنا عليه، لأن احنا نايمين. أنا قاعد تحت شهوتي في فيلم إباحي، وانت قاعد تحت شهوت بتحب امرأة، وفلان بيحب كرة القدم، وفلان بيحب السباق، وفلان بيحب الأعراس، وهو بذيل الأمم، وهو يعني إنسان مديون سويد وجهي ومقصر، وبالآخر بيضحك ومكيف مش عارف كيف ظابطه معاه. يلا نتوب إلى الله، يلا نستغفر، يلا نعيش حياة هيك مع الله. يا ربي هاي مليحة بدنا نعملها، هاي مش مليحة انت قلت انا مش مليحة بدناش نعملها، خلصنا. عشان ايش؟ عشان الله يغير حوالنا وحوال هذه الأمة، والله سيغير. اذا صوت واحد وصل الى الملايين فانت معي ستنصل الى المليارات، وكل واحد بكرة بصير عنده قصة، وهذه قصص تلهم الناس، فبتنتقل من واحد لواحد لواحد لواحد، بتغير احوال الأمة كلها. لربما من سنتين ثلاثة اربعة ترى العجب، لو إن الناس سمعت اليوم بدأت تستغفر لربما شهرين زمن ينتهي أمرنا ونصير أسياد في هذه الأمم. لكن حتى يعني يطوف هذا الاستغفار في مشارق الأرض ومغاربها والمسلمين يعني يلزموا إن شاء الله إنه رايح يتغير، وسبب تغيير هذه الأمة سيكون الاستغفار إن شاء الله.
التوبة والرجوع. نعم، لا يغير. في ناس بتحكي حكي ولا تعلم إن الله لا يغير آياته عشان شطارتك أنت. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد يسوق الله لك الاستغفار أمامك، لكن عليك أن تأخذه. نعم، عشان تغير وتتوب من هذا الذنب، لأنه عشان تخرج من دائرة العقاب. قصتين على السريع إن شاء الله. بدي أسرع لأنه في بعض الأخوات بطلبيني أسرع عشان تغير الصوت شوي، لأنه هيك. السلام عليكم، أنا بتحكي شو الاستغفار وصورة البقرة حسب قناة الأخ محمد حجازي. صراحة قبل ما أوصل للقناة أنا ما كنتش أعرف في حالي وين موجودة، كنت حاسة حالي ضايعة. أنا بالأصل كنت متجوزة ومعي ولدين، علاقة دار عمي معي ما كانتش مليحة، ولا حتى جوزي. كانت حياة كثير صعبة، حاولت كل الطرق بس بالآخر للأسف وصلنا للطلاق. وأنا صار لي طبعا سنين متطلقة ومعي ولدين، الظروف ما كانتش سهلة بالمرة، بذات لامرأة بتكون مطلقة، مجتمعنا بيرحمش. عانيت كثير من المشاكل وقت الطلاق وبعد ما اتطلقت، مشاكل محاكم. طبعا في ناس مكسراتش من بينهم طليقي، أساءوا لي سمعت كثير. حسيت حالي مش عارفة شو أعمل، عن جد كنت ضايعة مش عارفة شو أعمل شو أساوي. أكيد صراحة أروح من ورد لورد ومن قناة لقناة ومن شيخ لشيخ أسمع وأعمل اللي لازم ينعمل، وكل إشي محله بتغيرش. يعني حتى بكيت وما زلت محجبة، لابس اللباس الشرعي، بصلي بصوم بتصدق. حتى وأنا كنت عايشة مع دار عمي كنت دايما أطلب من طليقي، طبعا قبل ما طلقنا، صلة الرحم. كنت أحصل على صلة الرحم كثير، بس رغم كل هاي الأشياء اللي موجودة فيها، لأنه حياتي ما كانتش طبيعية، كل شيء كان مشكلة. مش عارف شو السبب. أسأل حالي، ماني بصلي، ماني بقوم الليل، ماني. طب وين المشكلة؟ بقرأ قرآن، بتصدق، بصلي الرحم، وين المشكلة؟ ليش حياتي لورا؟ وبعد ما طلقت الإشي زاد سوء. مش بس أنا ضعت، حسيت الدار كلها ضاعت، حتى الولاد ضاعوا. عندي الولد الكبير كان يسهر لوجه الصباح مع أصحاب، أصحاب سوء هيك بسميهم، كان يدخن، ما كانش يصلي، كان يصلي بالأول وترك الصلاة، حتى تعليمه ترك تعليمه. وأنا صراحة لما كنت أقوم الصباح بالتصلي أو أي فرض، أوقف باب غرفته وأبكي، أبكي بحرقة، مش عارفة شو أعمل، مش عارفة كيف أساعد ابني، كيف أرجع للوضع اللي كان فيه، إنه يصلي، إنه يقعد قريب من ربنا. الإشي كان صعب كثير علي، ما بعرف. دعيت ربنا، ترجيته إنه يدلني على طريق يساعدني، أنا مش قادرة. وبعد دعائي ثاني يوم بتمرق عني قناة الأخ محمد حجازي على مدار يومين. طبعا بصراحة أنا ما بكيت أهتم للقناة، لأنه شخص ما بعرفه، ما بعرف حتى شو هي قناته، بس حسيتها رسالة من ربنا إنه القناة هاي اليوتيوب تكررت أكثر من مرة قدامي، فقلت ليش لا. فاستمعت للدروس اللي كان ينزلها وحكى فيها عن الاستغفار وحكى فيها عن سورة البقرة، وبلشت إلي حوالي 6 أشهر استغفار، 30,000 استغفار لحد اليوم، وسورة البقرة بالطريقة اللي هو حكى عنها. انقلبت حياتي 180 درجة، تغيرت كثير أشياء للأحسن اللي ما كانتش راضية تتغير ولا بأي طريقة. أول شغلة ابني اللي هو أكثر إشي بوجع أي أهل، إنهم يشوفوا ابنه أولادهم ضايعين. فالحمد لله رب العالمين بفضل ربنا وحده أولا، ومن ثم الأخ محمد حجازي. ابني رجع يصلي الصلوات، يصليهم بوقتهن، يصليهن في المسجد، رجع لتعليمه، رجع لتعليم دراسته في الجامعة، أصحابي ملاح اللي عنده الحمد لله رب العالمين، بطل تدخين نهائيا، فالوضع تغير كثير للأفضل الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا. السلام عليكم، بدي أكمل قصتي مع الاستغفار وسورة البقرة. الصراحة أنا ما بحب أسرد قصص، ولكن لأني عشت الاستغفار وسورة البقرة وحبي كمان الناس تستفيد زي ما أنا استفدت، وتأييد عن جد لقناة الأخ محمد حجازي، لأنه الآية اللي بدلنا عليها تختلف عن كل الأشياء اللي سمعناها في القنوات أو من أي شيخ. بتحكي عن القرود الربوية. أنا عشت تقريبا 22 سنة مع القرود الربوية، كنت أخذ كارد عشان أسد الكارد اللي قبله، وعلى الحال سنين بهذا الوضع. بعد قطعة الأرض اللي كانت عندي برضو ما ساعدنيش، رغم أني بعتها بمبلغ بسيط جدا، يعني الأرض بتسوى أكثر من ما أنا بعتها، ورغم هذا ما ساعدنيش. في كان لبعض تعويضات، طلعت هن أسد الكارد، وكمان ما سدتش الكارد. طبعا
بعد ما طلقت الإشي كان كثير سيء، الديون أكثر، مسؤولية الدار، الأولاد، كل إشي على رأسي، والحياة صعبة ومع الديون بتكون أصعب كثير. مع الوقت من القناة فهمت إنه هي قروض ربوية. بصراحة اضايقت كثير وصرت أطلب من ربنا إنه يساعدني وإنه أطلع من هاي الديون، وإن أنا عن جد بدي أخلص من هاي الديون وبديش أرجع لها، لأني أنا ما مستعدة أعمل إشي بغضب ربنا. ومع الوقت الحمد لله رب العالمين كان واقف الدين قبل ما بديت في الاستغفار وسورة البقرة كان 30,000 دولار، وخلال 6 أشهر بفضل ربنا وصلت ل5,000 دولار. ما فكنش عندي دخل إضافة، ما تغيرش إشي بالوضع، بالعكس كل إشي زي ما هو، المصاريف زي ما هي، المسؤوليات والحمل والديون كانت هي هي، ولكن حسيت أن ربنا حط البركة في هاي الأموال، فوفرت مبلغ بهاي الفترة وقدرت أروح أسد من الكارد مبلغ كبير. الحمد لله رب العالمين، فضل ربنا هذا، طبعا هذا تدبير من ربنا مش منا إحنا. يعني بخلال 6 أشهر قدرت أحل المشكلة اللي قعدت فيها أكثر من 20 سنة. يعني كنت ما أحكي كديش كنت أمر بظروف صعبة، حتى اضطريت أن أقعد في الإيجارات، كديش كان الأشياء صعب. اليوم الحمد لله رب العالمين أنا قاعدة في بيت إلي بخصني أنا، اللي طلعت فيه بنتيجة أنه الواحد لازم يراقب نفسه كثير. أنا بخبيش عليكم، أنا قلتها أني بكتب يوميا شو أنا بعمل وين بغلط عشان أصلح نفسي، مش غلط هذا الإشي، هي كلها سقطات، شرك خفي إحنا ما كناش نعلم فيها، أنا شخصيا ما كنتش أعرفها إلا عبين ما سمعت الأشياء اللي بحكيها الأخ محمد حجازي. تركت المسلسلات، تركت الأغاني، تركت الأعراس، تركت كثير شغلات، حتى المكياج، التبرج، الأشياء اللي إحنا كنا نعتبرها عادي أنا بعملها زي أي حد بيعملها. يعني في أشياء جهدت نفسي فيها، وفي أشياء والله بكرهتها هيك ما بعرف، يعني بطلت خلص، بطلت أتحمل. حتى في مجلس في غيب أو في بذكره حدا بسوء فأنا بكون من هذا المجلس، فوالله إنه هاي الأشياء ما كانت قبل، وهي ما هي بشطارتنا ولا بشطارتي بالمرة، هاي من ربنا الأشياء اللي إحنا بنكرهها. أنا بقرأ سورة البقرة والاستغفار الدوم عليه، وكمان القرآن بقرأ، وكمان بقوم قيام الليل، والحمد لله رب العالمين بأدي الفرائض اللي ربنا طلبها. لا يعني أني أنا ماخذ الاستغفار وسورة البقرة وترك الأشياء الثانية. الراحة النفسية اللي بشعر فيها والهدوء الحمد لله رب العالمين ما كانش قبل. حتى كان عندي مشكلة في التعرق، كان جسمي بالصيف وبالشتاء يظل مثل المية، سواء أنا مستيقظة أو نايمة. صراحة كنت أخجل أني أروح أي مكان، لأني حتى ملابسي ما كنتش أتحملها من شدة الحر والتعرق. ورغم كل الفحوصات الطبية الحمد لله ما كانش عندي ولا أي عارض مرضي. اليوم بفضل ربنا هذا الوضع والتعرق اختفى نهائيا. طبعا الفضل والشكر كله لربنا أولا، وثانيا للأخ محمد حجازي، فهو حسيت ربنا سخره لنا عشان يساعدنا، لأن احنا تايهين ضايعين. احنا مسلمين بالاسم بس مش عارفين كيف نعبد ربنا، مش عارفين كيف نأدي الواجبات، عايشين في الدنيا وضايعين. كمان بدي احكي لكم قصة في محل الشغل. محل الشغل المدير المحل ما انا بشتغل لا بيقدر عملي ولا بيقدر عمل بقية الموظفين، ولا حتى بمدحني زي ما بمدح بقية الموظفين إذا أجعب أبي يمدح. وأنا طبعا بعاني من ألم في ظهري وفي ألم برجلي، وطلبت منه عدة مرات أني أعمل بالطابق الأرضي، فأصر أنه مستحيل بس بالطابق العلوي، وما في غير الدرج، يعني ما في حل ثاني، أنا مجبورة أطلع وانزل عن طريق الدرج. الأمر مش بس متعب، الأمر كثير صعب علي، لأني أنا عندي الألم اللي بظهري وقدمي. هذا الوضع له أكثر من 10 سنين، ولكن والله مع الاستغفار والظروف اللي بمر فيها اليوم ممكن كانت سبب انه يطلب مني اني اشتغل في الطابق الارضي. طبعا مش انا لحالي، مع كل الموظفين. هذا المسؤول هو زي الاشخاص اللي بنعرفهم، جدا متعجرف، دايما بحب يهين اللي حواليه، يكلم من كلمتهم، رغم انا كنت مخلصه في عملي وما زلت ما بتنزلش عن هذا الشيء اني اكون مخلصه في شغلي، بس هو للاسف ما بيقدرش، كثير بغلط في الموظفين. يعني قبل ما تاسفنا بيوم، قبل بيوم هو غلط في كل الموظفين وأنا كنت من بينهم، وثاني يوم أجا ندى على الموظفين واحد واحد تأسف لهم وأنا كمان تأسف لي، ولكن الفرق أنه أنا قعدت ما يقارب ساعة ودون مبالغة وهو يتأسف لي ويمجد في أنا شغلي كل شيء متكلم شغلي وكل شيء مخلصة بشغلي. يخلينا أقول لكم أنه هذا والله بفضل الاستغفار، والله بفضل الاستغفار. يعني أنا قيدت ربنا، قلت له يا رب إذا أنت قبلت استغفاري
خلي هذا البني آدم يتأسف له. فعلا هاي اللي صار. الاستغفار غير كثير كثير بحياتي، وكمان سورة البقرة. أنا بقول إن الواحد مش لازم يضل يجادل ينوكد الأشياء، لازم الواحد يأخذ بالأسباب ويتوكل على ربنا. الحمد لله رب العالمين، أنا بحمده كثير وبستغفره كثير، وبتمنى أن ربنا يغفر لي ويغفر لكم، يغفر لنا جميعا، يغفر لأمة المسلمين والمسلمات، ويرحمنا برحمته يا الله، ويغفر لنا ما تقدم وتأخر من ذنب، ويرضى عنا جميعا. اللهم يا رب أدخلنا جنتك يا الله. اللهم يا رب لك الشكر ولك الحمد، والأخ محمد حجازي لك الشكر، ويا رب يدخلك جناته يا الله. يا رب اقبل منا واغفر لنا وارحمنا يا الله، أنت مولانا فانصرنا يا الله. جزاء الله خير. نعم الاستغفار رحمة الله، الاستغفار يغير الأقدار. نعم يعني الله يغير أحوالك بهذا الاستغفار. أنت منعت حالك عن الرزق وعن الحياة الطيبة الكريمة في ذنوبك، فعندما تبت ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ما أمنتم. فهذا ما كان الله ليعذبهم ما أنت فيهم، وما كان الله معذبهم ما يستغفرون. 30,000 استغفار له قصة قوية جدا بين الإخوة. نعم إن سمعوا هذه الكلمة وأخذوهم محمل الجد. ولو أني بقيت أنا يعني أنا أنشغل صراحة عن بسبب القناة لبقيت على 30,000، فيه خير عظيم عظيم جدا جدا. هذا ما بيمنع أنك تقرأ القرآن ولا تختم القرآن ولا أنك تصلي على رسول الله ولا شيء، ما بيمنع ولا شيء، كلها 3 ساعات ونص وانتهى الموضوع. عشان في ناس بتنظر فما بتعرفش قديش الاستغفار، لكن هو أول شيء ببلش هكذا ثم بسريع جدا جدا. استنى نسمع قصة أخونا أحمد النعناع عشان كيف نعرف ننفع بعضنا البعض. يا جماعة الأمور عندما تنظر إلى التلفزيون في قلبك بده يطلع من محله، ممكن إنه يتغير واقعك. والله بيقول لك، والله بيقول لك فوق هذا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بينفسهم. ممكن غير بالاستغفار إن شاء الله. عندما أنت بتسمع القصة تأخذ هذه القصة، هذه مهمتك، تأخذ هذه القصة وتنتقل إلى جارك إلى أخوك. اسمع يا قل اسمع يا أخي شو صار، اسمع شو صار، شوف شو سوى الاستغفار بهاي الناس. فأنت عمال تغير وجارك عمال يغير وهكذا منغير. نعم هذه القصة مع الزلزال الذي حصل في سوريا الذي كان مع تركيا وسوريا، لكن قصص كثيرة عندي منها لكن كانت مسجلة يعني تدوين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونك أخي؟ كيف إن شاء الله خير؟ أخي أنت كمان القصة، أنا شغلت حكيت قصة كان فيه صوت ضجي، ويعني طبعا الصوت ما كان واضح حسبه. من شغلة أسبوع ونص سبحان الله، يوم الاثنين بعد صلاة العشاء حوالي الساعة 8-9 صار زلزال سوريا. يعني سبحان الله هون الشاهد زلزال مو هزي. فسبحان الله أنا قاعد في المحل جوا، لا حسيت لا بهزي ولا بزلزال ولا بأي شيء. فانقطعت الكهرب فطلعت لبرا، قطعت هون طبعا الكهرب والنت، طلعت لبرا وشفت هالأولاد وهالنساء في الشوارع. فسبحان الله يعني قلت شو القصة أنا مش فيه. قام طلع معلمي من جوا بيقول لي وقف، كان طبعا هو شايل ابنه، بيقول لي وقفت. قلت له ايش هاي وقفت؟ قال لي زلزال. قلت له والله سبحان الله لا حسيت لا بزلزال ولا بهزي. قلت له ليش صار يعني زلزال؟ يعني صار زلزال انا طبعا ما حسيت. قلت له صار زلزال وقوي. طبعا هون صارت العياطات والعالم، يعني العياطات انه صارت العالم تصرخ شدة الزلزال والفزع بين النساء والاطفال والكبار. وهون الشاهد انه العالم صارت تطلب اسعاف وقعني بنايات وما بعرف شو. وقعني هون انا سبحان الله يعني انبهرت انه بين هالعالم، هذا يقول انا حسيت بالزلزال وهذا يقول ما بعرف شو. هون صرت اسأل الحوالية، يعني مثلا اسأل الحوالية يعني معقول بس انا اللي ما حسيت؟ صرت اسأل حوالية مثلا انت مثلا حسيت بالزلزال؟ يقول لي سبحان الله والله حسيت فيه، وانا مثلا كنت قاعد على سرير حسيت بدي اقع على السرير. وهذا يقول والله انا يعني كنت قاعد جوا، يعني قلت ما راح الحق اطلع لبرا الا راح يقع المحل وراح توقع الدار. وهذا يقول صرت هز انا وما بعرف شو. فسبحان الله هوني انا انبهرت يعني بين هالناس، يعني قاعد بين هالناس وهالناس كلها خايفه ومرعوبه، ويعني وجوههم كلها صفر سبحان الله من الفزع، إلا أنا بين هالناس وكأني ماني موجود بيناتهم سبحان الله. وهون الشاهد إنه سبحان الله يعني بنهار كن على لساني ما يوقف الاستغفار ولله الحمد.
الاستغفار شغلته عظيمة يا أخوان والله، يعني الاستغفار الله أكبر، يعني الطاعات يعني بشكل طب كله يعني طبعا، والاستغفار أهمها. وهون الشهادة قبل شهرين أنا صرت إنسان تابع اليوتيوب طبعا عن عجائب الاستغفار وعن كنوز الاستغفار، فسبحان الله طلع قدامي الأخ محمد حجازي بيحكي عن الاستغفار وحكى قصته عام 2015 وغيراته عن سورة البقرة، فصرت أتبع مثل ما يقول. بس طبعا يعني ما أني عد مثلا 30 استغفار، لا 30,000 استغفار وغيره، استغفر اللي يطلع معي والله الحمد. يعني مو شرط أني أقعد وعد 30,000 استغفار، لأن أنا بشتغل وأنا بشتغل بصير بستغفر الله، فسبحان الله يعني من الاستغفار لقيت العجب العجاب، الراحة النفسي، الاطمئنان، السكينة، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، وأكثرهم وأهمهم سبحان الله هو الزلزال اللي صار واللي أنا ما شعرت فيه أبدا على الإطلاق يا أخوان والله العظيم. زلزال يعني مو هزي زلزال، يعني سبحان الله الأرض كلها هزت إلا أنا سبحان الله، يعني ما حسيت إنه هاي عجاب عجاب سبحان الله بالله الحمد. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، وأسأل الله أن يبارك بالأخ محمد حجازي، يعني سبحان الله من يتابع الصالحين يصلح بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك بالأخ محمد حجازي. ويا أخوان يعني الشغل بده يقين وحسن ظن بالله عز وجل، مو يعني مثلا الشغل بس واحد يتابع إنه والله ذاك صارت معه معجزة بهذا صارت معه معجزة، لازم يصير معي مثل ما معه، لازم واحد يصبر ويثبت حتى يلاقي بإذن الله عز وجل الراحة والاطمئنان بإذن الله عز وجل. طيب هذا التعليق إسا وصلني، يعني مبين عليه قبل دقيقة واحدة. بجد بشكر وبحمد ربنا إنه دلني لقناتك، تغيرت كثير وتشفيت من الجيوب الأنفية بعد صراع أكثر من 8 سنين، وده بفضل ربنا ثم سورة البقرة والاستغفار والصلاة على الحبيب. ملحوظة يا جماعة، لو في شخص مش قادر على ورد 30,000 سبحان الله، يريد 30,000 ويريد الله 30,000، وأنا أقول لكم نعم 30,000 مش من باب التحديد ولكن من باب الإكثار. نعم ملحوظة يا جماعة، لو في شخص مش قادر على ورد 30,000 وبيعمل ورد أقل قليل في الاستغفار، والله الدعاء اللهم إني على الاستغفار ووفقني للاستغفار وافتح علي بالاستغفار وتقبل مني الاستغفار، دا ردده في صلواتي وقيام الليل، أصبحت أقول أكثر من 30,000 بكل سهولة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ننهي هنا إن شاء الله. خلي استغفارك يعم هذه الأمة، نعم، بنية إنه الله يرفع الغم عن الأمة وعن مصر الحبيب عن أنفسنا، وإن شاء الله سيرزقك الله الخير الكثير ويغير أحوالك، لكن عيش استغفار، عيش يعني عيش مع الاستغفار. أنا إنسان مستغفر، آخر كلمة أنطقها هي الاستغفار، كل كلمة أستغفر الله. بارك الله فيكم، كل من عنده قصة فليبعثها دائما في التعليق الأول في اليوتيوب، بضع رابط قناتي على التليجرام، أهون علي من الماسنجر، لأنه الماسنجر بتضيع التعليقات، بتضيع ما بلاقيهاش صراحة، يعني مصيب ألاقيها، لكن بالتليجرام رأسا مباشرة بلاقيها عندي يعني. فممكن أنك تشترك بالتليجرام وتكتب رسالتك وتعلق لي تعليق، يعني عندي قصة، وأنا سأدخل عندك الخاص بالتليجرام وتكتب أنت قصتك هناك إن شاء الله وأخذها منك. هكذا خلينا نكون نافعين لبعضنا البعض. بكفي يا جماعة والله بكفي، التوبة، الرحمة، نرحم بعضنا البعض، ندعو لبعضنا البعض بعد أن نستغفر ونتوب. نعم، للذي أنطره الله له خير عظيم قادم فليصبر ويعيش بالاستغفار. لا تستعجل، أنت على الطريق الصحيح، أنت كنت على مفارق طرق كثيرة صعدت إلى السكة الحديدية، فالسكة الحديدية هذه تأخذ إلى وجهة واحدة، ما فيش ألف وجهة،
لأنه ما فيش تفرعات، السكة الحديدية تأخذك إلى الله ومرضات الله وإلى رضوانك، الله بيرضيك فيها. كثر. نعم، كل واحد عنده قصة، تعليقاتكم، لايك، نشر هذا الكلام بين الناس عشان نرفع بعضنا البعض، عشان نضلناش نشوف مناظر توجع القلب. خلينا نفرح، نعم نفرح، إذا بنكثر، إذا بيكثر المستغفرين أكثر من المناظرين سنفرح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.